يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. ونجدد معكم التحية والترحيب بافتتاح ملتقى الفكر الإسلامي لهذا العام رمضان 1441، هذا العام الذي يطل علينا ونحن قلوب معلقة برب العالمين، هذا العام الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام مغفرة وخير وبركة وستر من الله. لا أريد أن أطيل في مقدمة هذا الافتتاح. نرحب بضيوفنا الكرام، نرحب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف. أهلا وسهلا فندم. أهلا أستاذ عمر بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك يا معالي الوزير. معالي الوزير ستكون له الكلمة الأولى بعد القرآن الكريم. ونرحب بسيادة النائب الأستاذ الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري. أهلا وسهلا بكم سيادة النائب. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. خير بداية لملتقى افتتاح الليلة آيات كريمات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للقارئ الشيخ محمد بحيري على هذه التلاوة الطيبة المباركة. الآن افتتاحية كلمة ملتقى الفكر الإسلامي لرمضان عام 1441 مع معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، فليتفضل معاليه مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيسرني بمناسبة هذا الشهر العظيم الكريم أن أتوجه بخالص التهنئة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سائلا الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه. وأتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري كله وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سائلا الله العلي العظيم أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر رحمة ويمن وبركة على البشرية جمعاء، وأن يمن فيه علينا برفع البلاء عن البلاد والعباد. آمين. وهناك كلمات موجزة في اللقاء الأول من ملتقى الفكر، فقد حرصنا في وزارة الأوقاف
بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قناة النيل الثقافية على أن يستمر هذا الملتقى ولو مسجلا، فالناس في هذه الأيام وفي هذا العام في حاجة إلى جرعات دينية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تأتي قنوات الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعاتها في مقدمتها كواجب وطني في التثقيف الديني، لنؤكد للناس جميعا أن فضل الله عز وجل على عباده لم ولن ينقطع، ورغم الظروف التي نعيشها من تعليق الجمع والجماعات وصلاة التراويح للحفاظ على هدف أسمى وهو النفس البشرية، وكما أكدنا وسنظل نؤكد الساجد قبل المساجد والحفاظ على حياة الساجد قبل عمارة المساجد، وقد نظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال: ما أعظمك أيتها الكعبة وما أعظم حرمتك عند الله عز وجل، ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك. ولما كان صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه في فتح مكة وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم له خواص وله صفات وله منن ربانية من الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، منها أنه لما نهى أصحابه عن الوصال في الصوم وقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، لست كأحدكم، لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ومع ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم بشخصه كان قادرا على مواصلة الصوم، إلا أنه أراد أن يعلم أصحابه وأن يعلم أمته وأن يعلمنا جميعا التيسير ورفع المشقة. فلما قيل له: يا رسول الله إن بعض الناس قد شق عليهم الصوم، دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ورفعه بحيث يراه الناس ثم شرب. فقيل له: يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم لم يأخذوا بالرخصة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفهم بالعصاة لأنهم آصوا المشقة على الرخصة، فما بالكم بمن يعرض حياة الناس للخطأ أو للهلاك؟ ونقول: دفع الهلاك أولى من دفع المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نقول في الأذان: حي على الصلاة، لندعو الناس إلى الصلاة، هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن نقول في الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، أوقات النوازل والشدائد. ثم إن فضل الله على عباده عظيم، فمن جهة الصيام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أكدنا بناء على رأي وزارة الصحة ومعالي وزارة الصحة شخصيا ومنظمة الصحة العالمية أن الصيام قائم على الأصحاء ولا أصر على الإطلاق لفيروس كورونا على الصيام، وما كان يتم في الأعوام السابقة من صيام الأصحاء قائم لم يتغير، إنما يفطر المصابون والمرضى وأصحاب الأعذار الشرعية. فالصيام قائم وثوابه قائم، والقيام قائم وثوابه قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان في المسجد، أو قال من قام رمضان؟ من قام رمضان؟ بل إن أهل العلم على أن صلاة النوافل يستحب أن تكون في المنزل حتى لا نجعل بيوتنا كالمقابر، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة القيام يوما بالمسجد صلى جماعة بصلاته، فلما صلى في اليوم الثاني كسر الناس، فانتظروا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم، فقال إني خشيت أن تفرض عليكم، ثم قال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. وأفرد الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد بابا تحت عنوان استحباب صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد. وإذا كان العلماء على الجواز بين هذا وذاك، سواء صليت التراويح في البيت أم في المنزل في الأحوال العادية، فإننا إذا كنا قد علقنا الجمع والجماعات والفرائض فمن باب أولى أن نعلق النوافل. واختبر إخلاصك المخلص، إن كنت مخلصا اجتهد في عبادتك بينك وبين الله عز وجل، ففضل القيام قائم. بعض الناس يقول ثواب الذهاب إلى المسجد، نقول له من كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر كالأوقات التي نحن فيها كتب له الثواب كاملا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ثواب ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي أن الإنسان الذي كان يعتاد صلاة التراويح في المسجد فحبسه العذر أو صلاة الجماعة في المسجد يأخذ نفس الثواب إذا صلى في بيته ما دام العذر قائما. العمرة، نقول لمن نوى العمرة يمكن أن يحقق أجر عمرتين وليس عمرة واحدة، لأنه بنيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فمن نوى فحبسه العذر كتب له الأجر. وعندما يتصدق بقيمة العمرة على الفقراء والمحتاجين من إطعام المرضى أو من إطعام المحتاجين أو إطعام المساكين أو علاج المرضى أو بأجهزة المستشفيات أو مستلزمات طبية يكتب له أجر العمرة مرة أخرى، فيأخذ أجر العمرة مرتين إن شاء الله. تلا علينا القارئ الكريم سورة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وثواب ليلة القدر قائم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قام ليلة القدر في المسجد، أو قال من قام ليلة القدر على إطلاقها سواء أقامها في المسجد أم أقامها في بيته؟ فضل الله عز وجل على عباده قائم لم ولن ينقطع إلى يوم القيامة، والعبرة بصدق النية مع الله وبإخلاصها لله. أخلص لله يكفك القليل من العمل، أخلص لله يكفك القليل من العمل. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الكلمة الطيبة، حفظكم الله دائما. الكلمة الآن مع الأستاذ الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في البداية أشكر هذا التوجه المحمود بملتقى الفكر الإسلامي، لأنني عندما أتحدث عن ملتقى الفكر الإسلامي أريد أن أقول بأنه المنبر للإسلام الوسطي الذي يبرز سماحة الإسلام ويسره وينأى بالتشدد والغلو والتطرف. فبداية
لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل التحية والاحترام والتقدير على هذه اللفتة الطيبة العظيمة، بالرغم من تلك الظروف التي تمر بها البلاد بل يمر بها العالم أجمع، إلا أنه في لمسة إنسانية رائعة حرص على هذا الملتقى كما تشاهدون وتسمعون الآن، فله منا كل التحية والاحترام والتقدير. بداية، هناك إجراءات اتخذتها الحكومة واتخذتها الدولة، تلك الإجراءات الاحترازية لهذا أو لمنع انتشار هذا الوباء الفيروس كورونا. عندنا قاعدة شرعية تقول: تصرف الراعي في الرعية منوط بالمصلحة، وبالتالي كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، اتخذتها وزارة الأوقاف، كلها تتوافق مع صحيح الدين ومع الشرع الحنيف، لأنها تحافظ على حياة الناس، وفي نفس الوقت تضع تلك الضوابط وتلك المعايير في أشمل وأعظم الصور. ولذلك نجد أن منظمات عالمية كثيرة وقد أشادت بهذه الإجراءات التي اتخذت، ومن بين هذه الإجراءات منع التجمعات، ومن بين هذه الإجراءات ما اتخذته وزارة الأوقاف بمنع تلك التجمعات. فهذه الإجراءات عموما الذي أريد أن أقصده، تلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذت تتوافق مع صحيح الدين، لأن القاعدة الفقهية تقول: تصرف الراعي في الرعية منوط بالمصلحة. فالراعي أي الجهات المختصة، والرعية أي الناس، منوط يعني متعلق بالمصلحة أي مصلحة الناس، وبالتالي فهذه الإجراءات تتوافق مع صحيح الشرع وصحيح الدين. اسمحوا لي في هذا اللقاء الطيب المبارك أن أوجه رسالة لكل مصري، لكل وطني، لكل إنسان مخلص يحب هذا البلد. هذه الرسالة مفادها أننا اعتدنا كمصريين في أشهر رجب وشعبان ورمضان أن نذهب لأداء سنة العمرة، واعتدنا أيضا كثير من المصريين يذهبون في كل عام لأداء فريضة الحج. فبإحصائية بسيطة، لو قدر أن 500,000 مصري تعودوا واعتادوا أن يؤدوا سنة العمرة في رجب وشعبان ورمضان، وفي نفس الوقت ما يقرب أو ما يزيد عن 50,000 مصري يؤدون فريضة الحج سنويا في كل عام، وتكاليفهم هذه تم حسابها وجدناها ما يزيد عن 5 مليارات جنيه. لو أننا وجهنا دعوة، ونرجو أن نكون سباقين في تلك الدعوة، وتم إنفاق هذه المبالغ على الفقراء وعلى المحتاجين، على المتضررين من انتشار فيروس كورونا، من تلك التدابير الاحترازية، العمالة الموسمية، وأنا أحيي معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف لأنه اتخذ تلك الإجراءات لها بعد اجتماعي يراعي هذه الطائفة بالتحديد. ولذلك لو أن هذا المبلغ تم توزيعه بالإضافة إلى ما قامت به الدولة، وبالمناسبة نحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على وقوفه بجانب البسطاء في تلك المحنة، وبجانب الشعب المصري عامة، صرف 500 جنيه على مدار 3 أشهر للعمالة المنتظمة الغير موسمية. هذا المبلغ حتى ولو كان ضئيلا، إلا أنه لمسة طيبة من قائد عظيم، قائد إنسان يراعي الناس وينظر إليهم في كل الأحوال وخاصة في وقت المحن، فله منا كل التحية والاحترام والتقدير. الأفواه الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام، فيا من اعتدت العمرة في كل عام في شهر رمضان، بدلا من أن تطوف حول البيت الحرام، طوف حول بيوت الفقراء
لأن بطوافك حول بيوت الفقراء ستكسب الأجر العظيم والثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. هذه رسالة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أنواع البلايا بالدعاء والتضرع. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، وكل عام والجميع بكل خير. في ختام هذه الندوة، أولى ندوات ملتقى الفكر الإسلامي لرمضان 1441، الكلمة الختامية في هذه الندوة مع معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أولا أنا أشكر الأستاذ الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية، وأشكر اللجنة الدينية، كما أشكر الأزهر الشريف شيخا ومشيخة ودار الإفتاء مفتيا ودارا على ما لمسناه من تأييد شرعي ودعم قوي لما اتخذته وزارة الأوقاف في من قرارات للصالح العام للحفاظ على النفس البشرية. وفي هذا رسالة على أن المؤسسة الدينية متكاملة ممثلة في مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومعنا لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، نعمل بتفاهم على قلب رجل واحد لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية معا، والمصلحة الوطنية لا تنفك عن المصلحة الشرعية، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان. الجانب الآخر، الحقيقة أشار الدكتور عمر إلى قضية الحج، وإحنا الحقيقة بدأنا بأنموذج تطبيقي لما أشار إليه، وكنا قد أعلننا أني بغض النظر عن قضية الحج دي أمرها متروك للظروف وما سيكون ولما تقدر السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وإحنا أكدنا أن ما ينطبق على الجمعة والجماعات ينطبق على العمرة والحج. إذا كان هناك خطأ على النفس البشرية تعلق كل ما يمكن أن يؤدي إلى هلاك النفس البشرية، وإذا زالت العلة ونسأل الله أن يزول يكون الأمر على المتسع. لكن قلنا هذا العام حتى لو زالت العلة وفتح الحج لا مجال لحج أحد على الإطلاق على نفقة وزارة الأوقاف المصرية، وإني كل ما كان يخصص لنفقة اللي هم من يحجون على نفقة الوزارة سيذهب كاملا إلى المحتاجين، لأن كما ذكر الدكتور عمر يعني إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض أولى ألف مرة ومرة من تكرار الحج والعمرة. وحتى في حج الفريضة، حج الفريضة يجب على المستطيع فقط، ده من فضل الله على عباده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه. ومن ثم فإطعام الجائع وعلاج المريض وتوفير المستلزمات الطبية وتوفير الأجهزة الطبية والتنفس الصناعي، كل ذلك أولى من تكرار الحج والعمرة. فبضم صوتي إلى صوت الدكتور عمر إني كل من كان نوى حجا أو عمرة هذا العام عليه أن يبادر بإنفاق ما كان قد نواه في مساعدة المحتاجين، ولا سيما من أضيعوا في فرص عملهم نتيجة انتشار هذا الفيروس. أختم بأمر هام للصائم دعوته لا تعد، ومن الثلاثة الذين لا تعد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والدعوة عند الإفطار من الدعوات المستجابة وبخاصة عند الفطر. ففي هذه الدعوة المستجابة وفي هذه الأوقات علينا أن نضع إلى الله عز وجل بدعوة أن يرفع وأن يعجل برفع البلاء والكرب عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير معالي الوزير. شكرا لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. خير ختام لندوة الليلة من افتتاحية ملتقى الفكر الإسلامي
مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. يا رب يا رب يا خالق الخلق فرج كربة الحرم الغلق عز على العربان والعجمي. يا خالق الخلق فرج كربة الحرام الغلق عز على العربان والعجم والناس عاجزة لا شيء ينفعها إلا رجاؤك يا منان ذا الكرم. مصر الكنانة لطفا منك تحفظها يا رب. مصر الكنانة لطفا منك تحفظها حصن العروبة والإسلام من قدمي. حصن العروبة والإسلام من قدمي. ومن سواك لهذا الفضل نقصده. ومن سواك لرفع الكرب والغمم. يا خالق الخلق حالي أنت تعلمه. يا رب يا خالق الخلق يا خالق الخلق حالي أنت تعلمه. ومن أتاك منيبا أنت تقبله. يا رب إني ببابك لا أغادره. فمن أتاك كثيرا أنت تجبره. يا رب يا رب يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا. آمين. واحفظ أمننا. آمين. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان يا رب. آمين. بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني. بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني. شذاها كله عطر ونهر النيل ناداني. أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني. حباك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني فأنت
فدوما قلبك الحالي أزور الحقل مبتهجا أشم عبير بستاني وعين الماء جارية بها الرحمن عافاني والشمس الله بازغة وتمحو كل أحزاني أصلي الفجر في وطني وأتلو فيه قرآني وعين الله تحرسني ويقوى فيه إيماني وتحيا مصر شامخة وتبقى مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد وبارك الله فيك. وصلنا معا إلى ختام هذه الندوة من أولى حلقات ملتقى الفكر الإسلامي، وفيها نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حفظكم الله يا معالي الوزير، شكرا جزيلا. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، بارك الله فيكم يا سيادة النائب. والشكر موصول لفضيلة القارئ الشيخ محمدي بحيري. وصلنا معا إلى ختام أولى الندوات من ملتقى الفكر الإسلامي، وإلى لقاء آخر قادم يتجدد إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.